ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة ونقول المنحة بتاعت النهاردة عن ايه وتقدر تقدم على ايه والتفاصيل والمميزات وكل حاجة، انا كنت قبل كده وعدتكم وقلت لكم ان مفاجآت قناة دكتور المنح مش هتقف. يعني انتم لو متابعين معايا، عملنا قبل كده مسابقة للتقديم مجانا على منحة الحكومة التركية ل10 اشخاص. المسابقة التانية كانت ان احنا هنختار مجموعة من الاشخاص اللي هم 5 اشخاص وبقيوا 6 علشان نعمل ليهم خطاب تحفيزي مجاني. طيب ايه المفاجآت اللي بعد كده؟ قلت لكم بمجرد ما نستلم درع اليوتيوب هعلن لكم على المفاجآت اللي احنا هنعملها بعد كده، بغض النظر ان درع اليوتيوب لسه ما وصلش، ولكن علشان انتوا دايما بتدعموني فانا قررت اقول لكم ايه هي المفاجآت اللي احنا هنقدمها فيما بعد. احنا قررنا ان كل فيديو تاني كده، يعني مثلا كل فيديوهين 3 نعمل مسابقة. ازاي؟ يعني احنا مثلا النهاردة هنتكلم عن منحة جامعة التنباش للدراسة في تركيا. المنحة دي من خلال الكومنتات بتاعتكم هنختار شخص واحد نقدم له مجانا على المنحة دي. طبعا الشروط هي زي ما انتم عارفينها، تنزل تشترك بالقناة، واكيد انتم مشتركين في القناة. لو انت مش مشترك انزل اشترك عشان خاطر تكون قادر تشارك معنا في المسابقة وفي الاختيارات العشوائية اللي بتتم. تاني حاجة ان انت تدعمنا بلايك للفيديو ده، تمام، وتنزل تسيب الكومنت الخاص بيك. وفي حاجة مهمة لازم تكون واخد بالك منها، انك انت تكون مؤهل او ان المنحة دي تكون متناسبة معاك. يعني مثلا المنحة دي للبكالوريوس بس، يبقى انت لو عايز تقدم على بكالوريوس هتشارك في المسابقة، مش عايز تقدم على بكالوريوس وانت عايز تقدم على ماجستير يبقى مش هينفع تشارك في المنحة دي، وهكذا. يبقى اهم حاجة تكون المنحة مناسبة ليك. الفيديو بتاع النهاردة هنطبق الكلام ده، هنختار احد الاشخاص من الكومنتات، الشخص ده هنقدم له مجانا على منحة جامعة التنباش. طبعا في ناس هتقول انت مختار شخص واحد ليه؟ انا قلت لك ان المسابقة دي مش هتتعمل للفيديو ده بس، الفيديوهات القادمة كل كام فيديو كده هنقول احنا هنعمل مسابقة في الفيديو ده للتقديم مجانا لاحد الاشخاص اللي هنختارهم عشوائيا من كومنتات الفيديو ده، وهكذا. طيب المسابقة بتاعت النهاردة هيتم اعلان النتائج بتاعتها امتى؟ هيتم اعلان النتائج بتاعتها ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. يعني احنا لو بنتكلم النهاردة التاريخ عندي 18 فبراير اللي هو تاريخ الفيديو بتاع النهاردة اللي هو النهاردة الثلاث، يبقى الاربع الخميس الجمعة، يعني ان شاء الله بتاريخ 11 فبراير هعمل لك فيديو اقول لك مين اللي كسب معانا بالاختيار العشوائي، وطبعا ده هيكون متصور قدامك ان هو يقدم على منحة جامعة التنباش مجانا من خلال قناة دكتور المنح، تمام؟ طيب المنحة بتاعت النهاردة، طبعا احنا عمالين نتكلم ونقول المنحة بتاعت النهاردة هي منحة جامعة التنباش للدراسة في تركيا. منحة ممتازة بتقدم لك العديد من المنح المختلفة، في منها ممول بالكامل، في منها جزئي. خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل، المميزات، الكليات المتاحة، المستندات المطلوبة، كمان شرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية، وياريت لو انت ما اشتركتش في القناة انزل اشترك، ما تنساش اللايك، وما تنسوش تشتركوا وتدعموا قناتنا التانية وهي قناة دكتور المنح شورتس لو انت مهتم بالهجرة للخارج والسفر للخارج بكل الطرق الشرعية والقانونية. يلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب، مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة التنباش للدراسة في تركيا. طيب بالنسبة لتفاصيل المنحة، الدولة المستضيفة طبعا تركيا، الجهة المانحة واسم الجامعة المقرر الدراسة بها هي جامعة التنباش. بالنسبة للمراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على درجة علمية هي البكالوريوس اللي هي الدراسة الجامعية. طبعا يمكن لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم بالأخص جميع الطلاب العرب يقدروا يقدموا على المنحة دي. على الموقع الرسمي مفيش أي حاجة تدل إن في سن محدد للتقديم على المنحة دي. طيب هنا بعض الملحوظات الهامة، لو انت عايز تقدم على اي منحة دراسية بنفسك فانت بتقدر تتابع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها لك قناة دكتور المنح كالعادة. لو عندك الرغبة الشخصية انك انت تستفيد من خدماتنا سواء في التقديم على منح دراسية، تدريب، تطوع، تجهيز المستندات او حتى ترجمة المستندات لاي لغة، فكل اللي عليك ان حضرتك بتنزل تملى الابليكيشن الخاص بينا اللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف الديسكريبشن اسفل الفيديو ده، وفريق التقديمات بيبدأ يتواصل معاك بناء على رغبتك الشخصية اللي حضرتك مليت بيها الابليكيشن للتقديم من خلالنا. وبرضه بكرر لك تاني تقدر تقدم بنفسك باتباع خطوات الشرح التفصيلية اللي بنقدمها. كمان ما تنساش تشترك في جروباتنا على الفيسبوك والانستجرام والتليجرام لمتابعة كل ما يخص المنح والمسابقات اللي بنقدمها اول باول.
الكليات والتخصصات المتاحة التقديم عليها زي ما موجودين على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة باللغة الإنجليزية، جبتهم لك هنا برضو باللغة الإنجليزية. خلي بالك من ملحوظة مهمة أنا كاتبها لك هنا، إن في بعض الجامعات اللي بتشمل منح وبعض الجامعات مش بتشمل منح، بعض الجامعات بتدي لك تمويل بعض الجامعات مش بتدي لك تمويل. طيب ده أنا أقدر أعرفه إزاي يا ماريو؟ هتقدر تعرفه وتشوفه معايا وإحنا بنشرح مع بعض من الموقع الرسمي الخاص بالمنح، تمام كده؟ طيب هنيجي مع بعض. مميزات المنحة والتمويل: المنحة دي بتشمل العديد من المنح المختلفة، منها منح ممولة تمويل كامل ومنح جزئية. خلي بالك ان انت هنا في حاجة اسمها منح الشرف، يعني في انت لو طالب حصلت على المرتبة الاولى مثلا فانت بتحصل على تنازل كامل عن الرسوم الدراسية، لو انت مثلا في المرتبة التانية فانت بتاخد تنازل 50%، يعني انت بتدفع 50% وهم بيدفعوا لك 50%، وكمان لو انت مثلا في المرتبة التالتة هم بيدفعوا لك 25% وانت بتدفع 75%. ده طبعا نوع من انواع المنح الموجودة. دي العديد من المنح المختلفة تقدر تقراها براحتك، انا مش عايز اطول عليك وقت الفيديو، لكن هم مكتوبين هنا قدامك باللغة العربية وهوريهم لك برضو باللغة الإنجليزية من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طيب إيه هي المستندات اللي هتكون مطلوبة منك؟ طبعا هتملأ أبلكيشن خاص بالمنحة، كل حاجة هتملأها باللغة الإنجليزية وده هنشوف شرحه مع بعض. طالب منك جواز السفر، وجواز السفر هنا إجباري، بدون جواز سفر مش هينفع تقدم. كمان لما تشارك معانا في المسابقة وبيتم التواصل معاك، لو حضرتك اتضح ان انت مش معاك جواز سفر فبالتالي احنا مش بنقدر نقدم لك. ليه؟ لان انت مش معاك جواز سفر، فبالتالي انت كده بتعمل لنا عبء ان احنا هنعيد المسابقة والكلام ده كله. فلو سمحت لو معاك جواز سفر ممكن تشارك معانا في المسابقة، مفيش اي مشكلة. مش معاك انتظر المنح اللي مش بتكون طالبة منك جواز سفر تقدر تقدم بيها بطاقة هوية شخصية. بكرر لك تاني ان جواز السفر مطلوب بشكل اجباري في المنحة دي. طالب منك شهادة تخرج بين درجات اخر مؤهل دراسة حصلت عليه، وبما انك بتقدم على بكالوريوس هيكون طالب منك شهادة الثانوية العامة. طبعا الخطاب التحفيزي بتلاقيه هنا سايب لك ليه لينك من خلاله بتقدر تدخل على اللينك ده بتشوف الفيديو الخاص بالخطاب التحفيزي ازاي تكتبه بشكل اكاديمي واحترافي بمثال. ولو انت عندك شهادة لغة انجليزية او سات لو عندك بتقدر ترفعه، لو ما عندكش مفيش اي مشكلة وهي مكتوب لك في المتطلبات في الابليكيشن اف ان يعني ان وجد. طبعا جميع المستندات المرفقة هتكون باللغة الانجليزية، ولو في مستند بلغة غير الانجليزية فحضرتك لازم تترجمه للغة الانجليزية. دي بعض المنحة الاخرى تم شرحها على قناتنا واللي بتقدر تطلع عليها للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحة دي، ادي السكولارشيبس المنح المقدمة من جامعة التنباش، كل حاجة موجودة هنا قدامك باللغة الانجليزية شرحناها باللغة العربية. طيب بعد ما بقرا وبشوف وبتأكد من كل حاجة انا بعمل ايه، عايز اقدم، هتقدم ازاي؟ بتيجي هنا معايا انترناشونال ستودنتس الطلاب الدوليين اللي من خارج دولة تركيا، بتضغط عليها، بعد ما ضغطت عليها تفتح معاك الصفحة دي، بتيجي تعمل ايه؟ انت بتقدم على بكالوريوس اللي هو الاندر جرادويت، بتيجي في البروجرام ليفل بتفتح السهم بتختار اندر جرادويت، بعد كده سيرش تبحث عن جميع الكليات المتاحة في الاندر جرادويت. كل الكليات اللي شفناها مع بعض على موقع قناة دكتور المنح موجودين هنا قدامك، 31 بروجرامز اللي موجودين اهم قدامك. مثلا هنا بتلاقي العديد من الكليات المختلفة، بزنس ادمنستريشن، هنا مثلا سيفل انجينيرنج. خلي بالك هنا مثلا تحت كل كلية بيقول لك مثلا السينما اند تلفزيون، هنا بيقول لك السكولرشيبس اب تو 60% are available، بيقول لك ان هنا انت بتقدر تحصل على منحة بتصل الى 60%، هنا مثلا بيقول لك انت بتقدر تحصل على منحة بتصل الى 50%، في بعض الكليات التانية اللي بيوصل معاك هنا ل 10% فقط، في حاجات تانية مش بيكون محطوط ليها منح دراسية، ولكن انت لما بتتقابل وبتدرس فيها لو انت حصلت على المرتبة الاولى بتاخد تمويل كامل، حصلت على المرتبة التانية بتاخد تمويل 50%، حصلت على المرتبة التالتة بتاخد تمويل 25%. ايا كانت الكلية اللي انت عايز تقدم عليها طبقا لرغبتك الشخصية بعد اطلاعك على الكلية دي، انت كل اللي عليك ان انت بتيجي بتضغط على الكلية دي ايا كان بتضغط عليها، ماشي؟ بعد كده بتعمل ايه؟ بتضغط على apply now، بعد كده طالب منك رقم جواز السفر، بتكتب رقم جواز السفر، البريد الالكتروني بتكتبه، هنا بيقول لك البريفيرد انتري ديت، انت عايز تبدا دراسه امتى؟ في سبرينج 2022 ولا في فول 2022 2023؟ دي بترجع لرغبتك الشخصيه بتبدا تختارها. كتبنا البيانات بنضغط على نيكست ستيب، بعد كده بتلاقيه فتح معاك الابليكيشن ده، طالب منك education information personal information documents، تمام؟ طيب ال education information زي ما انت واضح قدامك من الاسم عايز منك بيانات التعليم السابق بتاعك، level of education ايه؟ طبعا high school مثلا اللي هو التعليم الثانوي، اسم المدرسة، التخصص بتاعك، الدولة بتاعتك، تقديرك كان كام، تاريخ التخرج.
هنا بيقول لك اللغة اللي انت بتتكلمها في الدولة بتاعتك البرايمري لانجوج ايه، هي اللغات التانية بتتكلمها. بعد كده هنا بيقول لك اللانجوج ليفل، يعني مثلا هنا لو انت بتتكلم اللغة العربية فانت اللانجوج ليفل ايه، فانت بتختار ادفانسد لان دي اللغة بتاعتك. لو انت كتبت اللغة الانجليزية على سبيل المثال فانت ممكن تختار مستواك في اللغة الانجليزية، ولو انت معاك شهادة تجديد لغة انجليزية توفل اي بي تي بتكتب له السكور بتاعها هنا. يبقى هنا كتبت اسم اللغة اللي انت بتتكلمها في الدولة بتاعتك، لو في لغة تانية بتكتبها مستواك في اللغة بتاعتك ايه، بعد كده هنا عايز منك السكور بتاع شهادة التوفل. بعد كده هنا بيقول لك البروجرام اللي انت بتختاره، طبعا بتختار الاندر جرادويت. بعد كده بتيجي هنا معايا بتبدأ تختار له هي الفيرست بريفرنس بالنسبة لك، السكند بريفرنس، والثيرد بريفرنس، تمام. بعد كده هنا بيقول لك do you need a scholarship to study at Alton Pasha University، فانت طبعا بتختار يس، انت عايز منحة دراسية. Please explain in your own words why you think you would be a fitting candidate for a scholarship. هنا بيقول لك اتكلم، يعني زي خطاب النية او خطاب الدافع، يعني زي ما انت تسميها لو motivation letter من الاخر، يعني اتكلم وعبر بكلماتك الشخصية انت ليه طالب تستحق هذه المنحة. بعد كده هنا بيقول لك how do you plan to finance your education at Alton Pasha University، فانت طبعا بتقول له عن طريق المنحة المقدمة من جامعة Alton Pasha. بعد كده هنا بيقول لك where did you hear about the university، ازاي عرفت عن الجامعة بتاعتنا، فانت بتبدأ تختار من هنا انت ازاي عرفت عن الجامعة دي. بعد كده لو انت عندك اي امتحانات حصلت عليها زي السات الجي ار اي الجي مات، لو انت عندك بتبدا تكتب له بيانات عنها هنا، لو ما عندكش خلاص بتسيبها فاضيه. بعد كده بتضغط على النكست ستيب بيجيب لك الجزء الخاص بالبيرسونال انفورميشن، جزء باين من اسمه طالب منك بيانات عنك، اسمك، تاريخ الميلاد، الجندر، اسم والدتك، اسم والدك هنا، الجنسيه بتاعتك، تاريخ الميلاد بتاعك. بعد كده هنا الكونتاكت انفورميشن لعنوان المدينه، رقم الموبايل، والدوله. بعد ما تخلص بتضغط على النكست ستيب بتيجي في الجزء الخاص بالدوكيومنتس. في الجزء ده انت كل اللي عليك ان انت بترفق له المستندات اللي هتكون مطلوبه منك. طالب منك صوره شخصيه، شهاده التخرج، بيانات درجات، صوره من جواز السفر، هنا قلنا التست ريزلتس ان، وهنا قلنا التست ريزلتس اف ان، يعني ان وجد. لو معاك شهاده سات، توفل، ايلس، ايا كان بتبدا ترفقها له. هو كان طالب منك توفل او سات، لو معاك بترفقها، لو مش معاك مفيش اي مشكله. بعد ما تراجع الابلكيشن بتضغط على ريجستر. وكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنحه المقدمه من جامعه التن باش للدراسه في تركيا. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط. لو لسه عندك اي سؤال او اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، اتفضل سيبه في الكومنتات وانا هحاول ارد عليكم بقدر الامكان. يا ريت في نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب واشترك في القناه وتفعل الجرس، دعما منك لجهود اللي بنحاول نقدمها، وشكرا.